لأن أهل الكتاب تجادلوا، اليهود يقولون إبراهيم منا والنصارى يقولون إبراهيم منا، فأنزل الله عز وجل: ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا ولكن كان حنيفا مسلما وما كان من المشركين. إمامته في التمسك بالدين لا باليهودية ولا بالنصرانية، لأن أهل الكتاب تجادلوا، اليهود يقولون إبراهيم منا والنصارى يقولون إبراهيم منا، فأنزل الله عز وجل: ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا ولكن كان حنيفا مسلما وما كان من المشركين. يا أهل الكتاب، لم تحاجون في إبراهيم وما أنزلت التوراة والإنجيل إلا من بعده؟ أفلا تعقلون؟ ها أنتم هؤلاء حاججتم فيما لكم به علم، فلم تحاجون فيما ليس لكم به علم؟ والله يعلم وأنتم لا تعلمون، إلى قول ما كان إبراهيم، إلى قوله: إن أولى الناس بإبراهيم، يا من تدعون أولى الناس بإبراهيم الذين يتبعونه، لا الذين اتبعوه وهذا النبي وهو محمد صلى الله عليه وسلم والذين آمنوا والله ولي المؤمنين. وقالوا: كونوا هودا أو نصارى تهتدوا، قل: بل ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. قل: آمنا بالله وما أنزل علينا وما أنزل على إبراهيم وإسماعيل الآية، قولوا آمنا بالله الآية، أم تقولون إن إبراهيم وإسماعيل الآية، كل ذلك في إمامته عليه الصلاة والسلام في التمسك بالدين الحنيف والعقيدة والتوحيد والإسلام. الإسلام بمعناه العام، الإسلام بمعناه العام، وإلى الإسلام بمعناه الخاص هو شريعة محمد صلى الله عليه وسلم.